نعم، نبدأ في خان يونس وهي محور الارتكاز هنا للقوات الإسرائيلية، حيث دارت في ساعات الفجر اليوم اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، وعلى إثرها قام الجيش الإسرائيلي بقصف عدد كبير من المناطق المتفرقة وهي المحيطة لمناطق الاشتباك. كان أبرز هذه الغارات منزل يعود لعائلة النجار، حيث قصف الجيش الإسرائيلي هذا المنزل مما أدى إلى تدميره بشكل كامل، وأيضا أدى ذلك إلى وقوع عدد من الضحايا. المصادر الأولية تشير إلى وقوع ما يقارب 4 ضحايا، وما زال هناك عدد من المفقودين تحت أنقاض هذا المنزل الذي دمر من قبل الطائرات الإسرائيلية. وأيضا الزوارق الحربية الإسرائيلية قصفت هي الأخرى شواطئ محافظة رفح، نتحدث إليكم، وما زالت الغارات مستمرة، ونسمعه من هنا من مدينة رفح، وهي الناتجة عن قيام الجيش الإسرائيلي باستهداف محيط مناطق وسط خان يونس، تحديدا منطقة الكتيبة والشيخ ناصر ودوار أبو حميد وبلدية خان يونس، وهي مناطق قريبة إلى وسط مدينة خان يونس، حيث تحاول القوات الإسرائيلية الوصول إلى وسط خان يونس، لكن الفصائل الفلسطينية تتصدى إلى تلك الآليات التي تحاول التوغل من خلال عدة محاور، أبرزها محور منطقة القرارة وشارع 5، وأيضا محور منطقة عبسان وهو في الشرق من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. طيب يعني محمد، يبدو أن الجو يعني بارد لديك وممطر أيضا، يعني الآن ماذا عن وضع النازحين الذين لم يجدوا سوى الخيام للاحتماء من العراء؟ كيف هو وضعهم الآن في ظل هذه الظروف الجوية الباردة أو القاسية؟ نعم رجاء، لم تعد الخيام تحمي هؤلاء النازحين الذين نزحوا إلى المناطق الغربية لمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، حيث هرعت الكثير من العائلات والأطفال إلى سقف أحد المساجد وأيضا إلى بعض المباني قيد الإنشاء في المناطق الغربية لمحافظة رفح. العائلات تعيش أوضاع إنسانية صعبة للغاية، خاصة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي وأيضا في ظل وصول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة. هذا الأمر أدى إلى تفاقم أوضاعهم أكثر من الأيام التي مضت، لذلك هناك مناشدات بضرورة وقف إطلاق النار وعودة المواطنين إلى منازلهم، خاصة الذين نزحوا منها في المناطق الشرقية وأيضا الشمالية وكذلك في مدينة غزة. نتحدث عن مئات العائلات تفترش الأرض وما زالت تستصرخ من أجل إنقاذها وإنقاذ أطفالها الذين تعبوا هذه الليلة من برد قارس ومن أمطار لم تتوقف حتى هذه اللحظة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.